هذا العمل الجليل لا يعمله إلا الأغنياء العاقلون الذين وهبهم الله بهذه النعمة. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. أخرجه إمام ابن ماجه. إن من عمارة المساجد العناية بها إن عمارة المساجد والعناية بها وتنظيفها وتطييبها والمحافظة على كل شيء من أمرها لا يعمله إلا المسلمون. أيها المؤمنون، أيها المتبرك، قد كان كياما سلطان من دولة هولندا، بارك الله فيك وفي أولاد وفي والديك وفي أموالك وفي أولادك وفي جميع أسرتك وفي جميع كل من له نية صالحة لمثل هذا العمل. بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام وسدد الله خطاكم. على أيها المسلمون، ما من مسلم وهبه الله هذه النعمة فليتذكر وليتعظ بما قام به السابقون من أمثلة هذه الأعمال الصالحة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bimba bangai kayak gitu.